تصدقوني أو لا تصدقون. أنا زرت روسيا عدة مرات، لكن كان من أوائلها المؤتمر الذي عقدناه للإعجاز العلمي، وكان بعد سقوط الشيوعية مباشرة، ولا زالت النفوس مكفهرة والوجوه مكفهرة ببقايا الإلحاد، وكنت أطالع وجوه القوم وكأني أقرأ فيها قول الله: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن غير المؤمن يعيش مشلول الوجود، لأن ربك الذي خلقك من قبضة طين ونفخة روح، وجعل هذا الامتزاج بين قبضة الروح بين قبضة الطين ونفخة الروح، هو القادر العالم به، فيوم أن تعيش بجزء منها لن تكون إنسان سويا. فطرة، الله خلقنا ونحن مؤمنون في الأصل ميالون للإيمان، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والحديث الآخر: كل مولود يولد على الفطرة.